زي ما قلنا من شوية، المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن الديب فاونديشنز. الديب فاونديشنز اللي هي الخوازيق. نعم، الأساسات العميقة. بس أنا هتكلم من كل أنواع الأساسات العميقة على نوع واحد بس، اللي هو الخوازيق. كلنا سمعنا أكيد عن الخوازيق، بتستخدم في إيه؟ العمارات العالية والأبراج. يقول لك ده بنعمل الخوازيق الأول بتاعة الأساسات. فالخوازيق دي حاجة بتشيل الأحمال التقيلة شوية. إحنا مش بندرسها السنة دي عشان هي بتشيل أحمال تقيلة، السنة الجاية هندرسها عشان هي بتشيل أحمال تقيلة. لكن إحنا المرة دي إحنا بنتكلم على تربة ضعيفة، فهي كنوع من الامبروفمنت للتربة. فاحنا مش الهدف بتاعنا ان احنا نبني ناطحة سحاب. ناطحة سحاب يبقى الارض مش ضعيفة اكيد، يعني مش هتيجي تبني ناطحة سحاب في اوحش حتة في البلد، اكيد بتنقلها احسن حتة. لكن انا بتكلم دلوقتي على امتى بقى ممكن استخدم الخوازيق في تربة ضعيفة وعشان ابني مبنى صغير. يعني انت دايما اتعودت تشوف الخوازيق دي في المباني العالية، لا، ده انت ممكن تلاقي مبنى دورين ومعمول له خوازيق. طب ليه معمول له خوازيق؟ عشان التربه اللي تحتيها وحشه. في مثلا ممكن، بس ليه انا اعمل كده؟ ليه انا ابني مبنى، خد مثلا مثال، مثلا المبنى الايقوني اللي في العاصمه الاداريه او العمارات اللي في العالمين. لو كانت الحته دي اوحش حته في العالمين كانوا هيبنوا، طب ما ياخدوا حته تانيه. يعني هي ايه اللي انت مش انا لما اكون صاحب حته ارض بقول حته الارض دي هبنيها كذا، فخلاص انا غصب عني مضطر، هي دي بتاعتي. لكن انا جاي هبني مبنى ناطحه سحاب، اكيد مش بتاع واحد، ده بتاع شركه كبيره او بتاع دوله، فينقوا المكان المناسب. ليه اخده في مكان سيء؟ فاذا احنا دلوقتي بنتكلم على ان عندي مباني عاديه بس ببنيها على تربه ضعيفه، وانا مش قادر اشيل التربه الضعيفه دي واجيب بدلها تربه قويه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا احط لها اساسات تخترق التربه الضعيفه دي وتنزل للي تحت. مثال تاني، منطقه عين الصيره زمان كان في مباني عاليه، كانت مكانها كان مقلب زباله بتاع القاهره، العمران وصل لها وحته الارض بقت حته حلوه، يعني عاوزين يبنوا فيها عمارات. طب ما انت اي عماره هتحطها فوق زباله ايه؟ يعني بنتكلم في 10 15 20 متر زباله، ما تقدر، مش هتعمل ايه؟ مهما شلت ومهما عملت هيفضل الارض فيها حاجات. طب الحل ايه؟ الحل اعمل اساسات تخترق التربه دي وتنزل للتربه اللي تحتها. فيبقى اذا لما ما هي اللي بقول لكم عليها دي تعتبر تربه ذات مشاكل، لان فيها مخلوطه ب ربش وزباله ونواتج اللي هو بيسموه ايه، الرتش بتاع المباني وحاجات زي كده. طب وانا مش قادر اشيله، ده كان في يوم من الايام ده المقلب الزباله بتاع المنطقه كلها. فانا ممكن اعمل ايه؟ احوطها داير داير. فلما احوطها داير داير اقفل عليها، عشان خلي بالك التربه دي ممكن يبقى فيها مواد عضويه، والمواد العضويه دي ممكن تتاكل مع الزمن وتعمل روايح وتبقى منطقه مقرفه جدا. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اقفلها. يعني ممكن يكون، انا ما اعرفش هم عملوا ايه، بس ممكن يكون ده اللي اتعمل، او يكونوا شالوها بالكامل. وبالمناسبه الشيل وارميها بعيد. بس طبعا انت ده كان مقلب زباله للقاهره كلها، فانت عشان تشيل انت هتشيل يعني حاجات جامده جدا. فهو ممكن بكل بساطه يكون، ممكن يكون سابها وحط زي طبقه عازله كده، حط طبقات من الحاجات المصنعه الجديده تمنع الروائح وتمنع كل حاجه، وحط بعد كده الخوازيق. احتمال واحتمال تاني، وده الاحتمال الاضمن عشان تنام في بيتك وانت مرتاح، ان انت تقوم شايل الزباله دي كلها وترميها بعيد في حته تانيه. بس لو انت شلتها، طب ما تردم وتحط القواعد بتاعتك فوقها، ايه اللي يخليك تعمل خوازيق؟ الا لو انت شاكك ان في مشاكل. ممكن نقول ان الخوازيق اتحطت عشان هيبنوا عمارات عاليه، الله اعلم. بس يعني ايا كان، احنا هنا لينا الاسباب. ايه الاسباب اللي خلتهم اللي تخلينا نستخدم الخوازيق؟ يا اما عندي احمال عاليه
يا اما عندي تربه ضعيفه لا تتناسب مع الاحمال اللي موجوده عندي. طيب احنا درسنا قبل كده التايبس، في التايبس اوف فاونديشنز درسنا الشالو فاونديشنز اللي هي في السنه السنه دي بالنسبه لكم درستوا الشالو فاونديشنز. فالشالو فاونديشنز دي الانواع بتاعتها خلاص، انتوا اوريدي عرفتوها، اللي هي اساسات سطحيه سواء كانت كومبايند ستراب لبشه اللي هي الرافت ايا كان، كل ده اساسات سطحيه على وش الارض. طب الاساسات السطحيه اللي على وش الارض عمالين نقول كومبايند وستراب ولبشه، دي كلها بنحل مشاكل تحميل، لكن لو الارض اللي تحتيهم وحشه كل ده ما ينفعش. يعني عملت لي رفت كبيره حلوه اهي على طبقه من طين، الرفت هتغطس مع الوقت، ما حصلش حاجه. يعني هي برضو عندك نفس المشكله، طالما ان انت عندك تربه ضعيفه يبقى تحسين نوع القعده من ناحيه ان انا اعملها كومبايند ولا ستراب ولا رافت برضو ما زال عندي مشكله. طب ايه الحل بقى الجذري للمشكله؟ ان انا اخد الحمل من القعده وانزل بيه لتحت وانزل اخترق الطبقه الضعيفه واوصل للطبقه القويه واسس عليها. فهو ده اللي احنا بنعمله. طب نعمله ازاي؟ لو انا هتكلم بقى عن الديب فاونديشنز، فانا عندي انواع معينه من الديب فاونديشنز. نسمع يا جماعه ايه انواع الديب فاونديشنز؟ هو كله بنتكلم على خوازيق، بس نوع الخوازيق كمان بيختلف. في حاجه اسمها بورد بايلز، بورد بايلز خوازيق الحفر. خوازيق الحفر دي اللي هي عباره عن ايه؟ ان انا بحفر وبعد كده يا اما بنزل الحديد وبعد كده الخرسانه، يا اما بنزل الخرسانه وبعد كده الحديد، هنناقشها بعد كده. بس مبدئيا بورد بايلز يعني بحفر وبعدين بحط الخوازيق بتاعتي. طبعا ده مثال للبريمه اللي انا بحفر بيها، يعني الحاجه الصغيره اللي تحت دي بني ادم، فده يوريك ان شوف الخازوق نازل لتحت قد ايه، هيبقى نازل قد ايه، وممكن البريمه دي يتركب فيها بريمه ثانيه وتنزل اكتر، تنزل الضعف. فيعني انت بتتكلم في اعماق زي ما انت عاوز يعني، واخطار طبعا زي ما انت عاوز. النوع الثاني اللي بنسميه خوازيق الدق. خوازيق الدق اللي هي ايه بقى؟ الخازوق بكون انا صبيته بره، يا اما خازوق خرسانه بريكاست يا اما خازوق حديد. يعني انت تخيل كده، انا عندي حته ارض ضعيفه وعاوز احط عليها الاساسات بتاعتي، رحت جايب لك حبه مواسير، قلت لك دق المواسير دي في الارض، رحت انت دقق المواسير في الارض، حط لي القعده فوق المواسير، خلاص يبقى الحمل هيجي من القعده للمواسير، والمواسير هتنزل هتاخد الحمل وتنزله تحت للطبقه القويه، اما الطبقه اللي في النص الضعيفه دي ما حسيتش بحاجه. فهي دي الفكره. طب المواسير دي ادقها ازاي؟ انا مش هقدر ادخلها جوه الارض بايدي، فبجيب الماسوره وبجيب مكنه كبيره وتقيله وفيها جزء متحرك، الجزء المتحرك بينزل يخبط على راس الخازوق من فوق او على راس الماسوره من فوق، فكل ما يخبط تنزل لحد ما تنزل تحت. لو في حد كده يعني ايه فكر معايا شويه هيقول لي الله، طب ما هو كده ادقهم ازاي؟ ما انا يعني لو انا جبت لك دلوقتي مواسير واديتك حاجه تقيله وتدق بيها وكل حاجه، هتدق الماسوره الاولانيه تنزل متر وتيجي تكمل مش قادر تنزل اكتر من كده، الثانيه ممكن تنزل مترين، الثالثه لا، ما لو حفرت يبقى انا رجعت للنوع القديم. انا الطريقه دي بتعتمد على اني بدق الخازوق. ليه بدق الخازوق؟ عشان وهو بدقه يوصل لحد ان هو مش قادر ينزل اكتر من كده، مش قادر ينزل اكتر من كده، معناها ان هو وصل لما يطلق عليه الريفيوزل. ريفيوزل يعني الخازوق مش قادر يتحرك، فكده يشيل. عشان كده خوازيق الدقه دي خوازيق قويه جدا، دي تشيل احمال اعلى. يعني انت عندك خازوقين، خازوق حفر وخازوق دق، والاثنين قطرهم 60 سم، الدق يشيل احمال اكتر من الحفر. استخدم عدد اكبر،
ما انت عندك دلوقتي عندي مبنى حمله 1000 طن مثلا، وانا عندي الخازوق بيشيل 100، يبقى 1000 على 100 يبقى عاوز 10 خوازيق، احط 10 خوازيق تحت القعده بس، وهكذا. فالمهم الخلاصه، ده الجزء اللي هو بتاع خوازيق الدق، اللي هو الراس بتاع الخازوق من فوق بيبقى فيها حاجه تقيله اللي هو المكنه دي، وبتطلع وتنزل تخبط في الخازوق تزقه تحت. وطبعا عشان يخترق الارض لازم يكون البوز بتاعه مدبب، والا لو عملته طبعا كده يبقى فلات، يبقى انت اللي بتتعب نفسك يعني، هتبهدل الدنيا، فلازم يبقى مدبب. النوع تاني من الاساسات العميقه اللي هم بنسميها القيسونات او الكيسونز. الصوره دي كويسه لانها بتورينا يعني ايه اللي انا قصدي عليه. الكيسونز دي هو اساس عميق، بس الاساس العميق ده مش خازوق، ده اكنه اوض او اوضه. يعني اللي انت شايفه قصادك ده، دي الشده اللي هيتحط جواها اللي هيتصب جواها الكيسو. فهتلاقي الشده دي ليها حيطه داير داير. نعم، لا هقول لك، بص الاول على الصوره كده وبص عليها، هتلاقي في شده داير داير، وجوه الشده دي في زي فراغات متشكله جوه. لو انا جيت صبيت خرسانه بين الفراغات دي وبين الشده الخارجيه، هتتكون لي حيطه داير داير جواها فراغات. المبنى اللي انا صبيته ده هو ده الكيسو، لان المبنى ده هينزل تحت في الميه لحد ما يقف على قاع البحر. فاكني بدل ما صب قاعده، او بدل ما صب هقول ايه بايل الخرسانه، لا ده انا صبيت الاول. خد المثال الاسهل، بدل ما صب بايل مدور، رحت مصابب عباره عن بوكس سيكشن مربع بس، وينزل لحد عمق الخازوق. ما هو هيشيل برضه يعني، فرق ايه حاجه مدوره سوليد من ان انا عملتها مربعه بوكس سيكشن؟ الاثنين هيشيلوا. طب افرض البوكس سيكشن ده انا ما عملتوش واحد بقى، ده انا عملت كذا بوكس سيكشن جنب بعض، مربع ومربع ومربع، مثلا 3 في 3، يبقى حاجه زي منصات البترول. انت مش بتروح في بتلاقي منصه بترول مدينه كامله مبنيه فوق حاجه كده في وسط الميه، مبنيه على ايه؟ على كيسون زي كده، حاجه زي كده توصل لحد تحت وتشيل. فده دي مجرد مقدمه بس عشان تبقوا فاهمين ايه انواع الاساسات العميقه. طب احنا بنستخدم الاساسات العميقه ليه؟ للاسباب اللي قصادنا دي. بستخدمها عشان عندي مبنى صغير على تربه ضعيفه او بروبلماتيك، يبقى احنا الكيس الاولانيه دي هي اللي تنطبق علينا في المنهج بتاعنا هنا. يعني الاساسات العميقه ليها كذا استخدام. الثلاث استخدامات اللي قصادنا دول، الاولاني ان التربه ضعيفه جدا او بروبلماتيك، يعني تربه فيها مشاكل. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل لها خوازيق تعدي وتنزل للطبقه اللي تحتها، فيبقى ده حل. النوع الثاني ان عندي مبنى تقيل شويه، فالاحمال بتاعته اكبر من قدره تحمل التربه المتوسطه، فاضطر ان انا اعمل لها خوازيق. او عندي بقى ناطحات سحاب، ناطحات سحاب ده اساسا ما فيش تربه هتقدر تشيله، فبالتالي لازم اعمل له بقى ما شاء الله خوازيق، بس خوازيق كبيره جدا بيسموها شافتس، والشافتس دي تنزل لحد الصخر تحت لان عندي احمال جامده جدا، والهبوط او الميل في ناطحات السحاب يعتبر مشكله كبيره. فيبقى ده كده الفكره العامه عن استخدام الخوازيق. طب خلينا نتكلم بطريقه علميه شويه، انا بستخدم الخوازيق ليه من الناحيه العلميه؟ الناحية العلمية أو من الناحية الجيوتقنية بستخدمها لأربع أسباب. أول حاجة بيرنج كاباسيتي ضعيف. بيرنج كاباسيتي ضعيفة دي تكافئ كلمة عندي تربة ضعيفة. طب سيتلمنت، عندي مبنى والمبنى ده أي حركة فيه مشكلة. طب معلش ثواني.
طيب نرجع بقى للي احنا كنا بنقوله. احنا قلنا نمره واحد بيرنج كاباسيتي، بيرنج كاباسيتي ضعيف. نمره اتنين عندي مبنى ما يتحملش سيتلمنت. يعني ايه مبنى ما يتحملش سيتلمنت؟ مثلا تخيل كده ان انت عندك بتبني محطه نوويه، اكيد اللي مش عارف ايه والسايكلوترون بيلف ازاي والشعاع ايه بيعدي فيه، لو المبنى بتاعك بس يعني عمل يعني ها هفوه كده اتحرك بوظ الدنيا خالص. فانت عاوز اساسات ما تست يعني ما فيهاش حركه ملي. يبقى ارجع اخش على طول على خوازيق وما شابه بقى، اي حاجه. انا خدت الاكستريم يعني، بس كله زي بعضه. اي حاجه تانية فيها مشكله هبوط يبقى استخدم خوازيق. يبقى نمره واحد بيرنج كاباسيتي، نمره اتنين سيتلمنت، نمره ثلاثه افرض العماره عماره كده وهتميل تقع، يعني عليها ويند او عليها زلازل. طب العماره عشان تيجي تميل كده ممكن تعمل ايه في الاساسات؟ تعمل حبه تنشن تشد. من انت انا دلوقتي لو واقف على رجلي الاثنين وحد زقني، هلاقي رجل حملت عليها اكتر والتانيه بقت طايره في الهواء. طب لو هي ممسوكه في الارض يبقى ما حدش يقدر يوقعني. فانا لو رجليك ماسكه في خوازيق ماسكاك في الارض، اي حد يجي يزقك هتروح يمين وتروح شمال وترجع تاني، هتقع. لكن امتى تقع؟ لو ما عندكش الاساسات اللي تستحمل الشد. فهو عشان كده الخوازيق هي نوع من الاساسات بيستحمل الشد. الحاجه الثانيه الهوريزونتال فورس. افرض انت عندك حيطه والحيطه دي تربه بتزقها، طب ما هو ممكن تتزحلق على التربه اللي تحتها، لكن لو انا حطيت لها خوازيق تحتها هتيجي تتحرك تلاقي الخوازيق دي بتمنعها. فاذا دول الاربع اسباب العامه اللي بتخليني استخدم الخوازيق. لكن انا اللي يخصني في الشابتر اللي انا بدرسه السنه دي السنه الجايه، يبقى هم دول الاربع اسباب بتاعكم انتوا اللي مطالبين بيهم. لكن السنه دي هيبقى تركيزك انك تبقى فاهم ايه؟ تبقى فاهم اول واحده البيرنج كاباسيتي، لان المبنى بتاعك لو كان تربه ضعيفه، مش انت عندك من ضمن الحاجات مثلا التربه الطينيه اللينه دي تربه ذات مشاكل، تربه طينيه لينه يعني البيرنج كاباسيتي بتاعتها ضعيفه جدا. اي نوع تاني من انواع التربه البروبلماتيك، ما هي لما بيجي لها ميه ويحصل لها ايه؟ بتبقى ضعيفه. فاذا الخوازيق بتعوض ليا فكره ان التربه دي ضعيف، وبالتالي يبقى اذا هي حل مناسب بيحل لي 80 90% من مشاكل التربه ذات المشاكل. طيب ايه الخوازيق؟ هو عنصر انشائي ينقل الحمل من خلال التربه الضعيفه حتى تصل الى التربه القويه، ويتم حساب ابعاد الخازوق حسب عمق التربه الضعيفه وطبيعه الاحمال. شيء طبيعي، انا دلوقتي هصمم، احنا قلنا ان الخازوق ده عباره اكنه عمود بالظبط، هو عمود بس تحت الارض. الخازوق عباره عن عمود تحت الارض، زي ما العمود مثلا لو في هنا عمود يبقى العمود ده شايل الحاجه اللي فوقه، فالخازوق برضه شايل اللي فوقه. طب اللي فوقه ايه؟ اللي فوقه عباره عن قاعده وشايله عواميد وشايله حاجات، فخلاص هياخد هو الحمل اللي جاله من فوق يتنقل جواه وينزل يعدي الطبقه الضعيفه ويوصل للطبقه القويه ويتحمل عليها. طب انواع الخوازيق، لو انت دورت في الكتب وفي الحاجات دي هتلاقي نفسك تهت. ليه؟ هتلاقي انواع الخوازيق دي كل واحد بيقول لك نوع شكل. عشان كده لازم تبقى فاهم ان احنا بنقسم انواع الخوازيق على حسب كذا كاتيجوري. يعني انا لو جيت في الفصل ده او يعني في الدفعه بتاعتكم قسمتهم كذا تقسيم، ممكن واحد يقسم الدفعه ولاد وبنات، ممكن واحد تاني يقسم الدفعه طوال وقصيرين، ممكن واحد يقسم التاني الدفعه تخان ورفيعين. يعني قصدي كل صفه ممكن اعمل عليها تقسيم. نفس الكلام بالنسبه للخوازيق، فما تقعدش تقارن تقول الله ايه علاقه الطالب التخين بالطالب القصير. مفيش اي علاقه بين الطالب التخين والطالب القصير، ده حاجه وده حاجه، دي تقسيمه ودي تقسيمه. فعشان كده لازم لما اجي اقول لك قسم لي الخوازيق تقول لي اقسمها لك بناء على ايه، عاوزني اقسمها ازاي. فلو جيت قلت لك قسمها لي اكوردنج للبايل ماتيريال، تقول لي والله انا عندي خوازيق خشب
وعندي خوازيق خرسانه وعندي خوازيق حديد وعندي خوازيق خرسانه مع حديد وعندي وعندي وعندي، يبقى انت كده ايه قسمتهم من الناحيه دي، يبقى خلاص دي تقسيمه وخلصت، ما نجيبش سيرتها تاني. هخش بعد كده على انواع تانية، ممكن اجي اقول لك مثلا قسمهم لي من ناحيه طريقه التنفيذ، تقول لي والله في خوازيق هتتعمل حفر وخوازيق دق، يبقى ده من ناحيه طريقه التنفيذ. من ناحيه الاقطار تقول لي خوازيق عريضه يعني قطر كبير وقطر صغير، يبقى اذا ما حدش يعني ما تلخبطش نفسك بمسميات كتيره وتلاقي نفسك في الاخر هو قصده على ايه. فتقسيمه الخوازيق بتعتمد على حسب انا عاوز، انا باصص مهتم بخاصيه ايه في الخازوق. في حاجه تانية، تقسيمه تانية، طريقه التنفيذ اللي لسه بقول لك عليها دلوقتي. فبالتالي في عندي بورد اللي هو خوازيق الحفر، وفي عندي خوازيق دق. بس قبل ما اخش في البورد واخش منقل من البورد على خوازيق الدق، على خوازيق الحفر واروح الدق، خوازيق الحفر ما هيش نوع واحد، انواع من خوازيق الدق. فعشان كده لازم نعرف انواع خوازيق الدق، خوازيق الحفر. فمبدئيا خوازيق الحفر هي عبارة عن حفرة أنا بحفرها جوه الأرض. طب عشان أحفر الحفرة دي جوه الأرض أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج يكون عندي ثلاث حاجات، أو يعني الحاجات اللي موجودة قصادنا. محتاج يكون عندي مية عشان أحفر بيها. طب أنت لو حفرت حفرة في الأرض ومليتها مية، هتيجي بعد شوية تلاقي إيه؟ الجوانب هيلت عليك، برغم إن فيها مية، هي المية بتمسكها يعني نص ساعة ساعة حاجة كده يعني، لكن بعد شوية هتلاقيها هيلت ودخلت جوه. فإذا أنا محتاج أحط جوه المية دي مادة معينة، المادة دي بتساعد المية على إنها هي اللي تزق جوانب الحفر، مش جوانب الحفر اللي تخش عليه. فالمادة دي هي عبارة عن إيه؟ في حاجة اسمها بنتونايت، منكم هيكون حد سمعها قبل كده احتمال. فالبنتونايت دي مادة بجيبها بخلطها بمية الحفر تساعد لي في ان احفر حفره 20 متر تفضل 20 متر زي ما هي، ما تقفلش. ليه؟ الماده دي بتيجي على الجوانب بتاعه الحفره وزي ما تقول كده تملى الفراغات فتليسها، تخليها ماسكه نفسها ما تتهيلش وتنزل جوه. فدي ماده اسمها البنتونايت. وفي بديل للبنتونايت في حاجات بوليمرز بقى وحاجات زي كده، حاجات صناعيه اخرى ممكن انها تستخدم. فده الحفر. طب في طريقة سهلة بس مكلفة. طب ما تيجي واحنا بنحفر نحط ماسورة ونحفر جوه الماسورة، فأنا كل ما أحفر الماسورة تنزل 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 لحد تحت، يبقى أنا لا محتاج مية ولا محتاج بنتونايت ولا محتاج أي حاجة. بس الماسورة دي غالية وتكلفة يعني ومجهود ووقت عشان احط حاجه زي كده. طب والماسوره اللي انا حطيتها دي هرجع اشيلها تاني ولا هسيبها؟ ولو سبتها طب ما هتصدي والفراغ بتاعها هيبقى فراغ، وانا عاوز الخازوق يبقى ماسك في الارض، فتلاقي في مشاكل في اثناء التنفيذ. فبالتالي اول نوع اللي هو ان انا اوجرد، يعني بخش ببريمه جواه بس جوه ايه؟ جوه ماسوره. فالشكل اهو قصادنا اهو، ادي بجيب الماسوره واجيب البريمه احطها جوه الماسوره، وبعدين ابتدي احفر احفر احفر، وكل ما احفر الماسوره تنزل لحد ما تنزل للعمق اللي انا عاوزه، اطلع البريمه. بعد ما اطلع البريمه يبقى الحفره هتفضل ثابته في مكانها. طب حلو جدا، الحفره ثابته في مكانها. طب ما انا اخد بقى تقفيصه الحديد واخدها انزلها، هتنزل معايا لحد تحت، ما دي ماسوره يعني فاضيه من جوه، ما عنديش اي مشاكل، ما فيش احتكاك مع التربه، ده انا كله بشتغل في النظيف جوه الماسوره. وبعدين بعد ما الكيسنج تنزل لحد تحت، اقوم جايب الخرسانه اصبها من تحت لفوق، وانا بصب اسحب الماسوره، فكده الخرسانه تخش تملى الفراغ كله بتاع الحفره مش جوه الماسوره. يعني الماسوره كده كده هتتشال، والاسمنت والمونه والكلام ده والاسمنت الخرسانه هتملى الفراغ كله. يبقى كده ده احسن انواع الخوازيق. ليه بقى؟ هو مكلف،
بياخد وقت، وسعره هتلاقيه يعني 4 5 10 اضعاف الانواع الثانيه، بس انا كده طلعت احسن انواع الفوازير. ليه؟ حفرت ونزلت ماسوره وشغلي كله جوه الماسوره، ماليش دعوه بالتربه، مفيش حاجه هيلت عليا، مفيش حاجه دخلت عليا، الحديد بتاعي انا ضامن ان هو وصل لحد قاع الخازوق، اخر حته في الخازوق متسلحه. هنشوف بعد كده ان في مشاكل في انواع اخرى. ونزلت الحديد والخرسانه نزلت، والخرسانه وهي نازله ما اختلطتش بالتربه، فانا عندي نوع من انواع الفوازير الممتاز القوي جدا. يعني ده احسن انواع الخوازيق. يبقى انا لما اقول لك ايه احسن انواع الخوازيق، اللي هو البورد بايلز اللي كمان بيتصب بماسوره، يعني ماسوره خارجيه، ده كده يبقى ايه احسن انواع الخوازيق. بس زي ما قلنا كده، الخازوق ده مكلف وبياخد وقت على ما اصب واعمل، هتلاقي ان الدنيا جامده قوي. طب الحل ايه؟ حسب بقى، ما هو مش كل المنشآت اللي عندي ناطحات سحاب، ولا كلها محطات نووية، ولا كلها يعني مباني ذات حساسية عالية للأحمال، لا، في مباني عادية ممكن إنها تتقضى بحاجات أقل. طب نعمل إيه بقى؟ في نوع تاني اسمه continuous auger. continuous auger يعني بريمة مستمرة. بريمة مستمرة إزاي؟ أدي الخازوق اهو، ادي البريمه اللي بتحفر الخازوق، البريمه دي من جواها في ماسوره، يعني الشكل اللي قصادك بريمه، لكن هي في الواقع في الفراغ اللي جوه عباره عن ماسوره، فاقدر اصب من جواه اي حاجه. فانا باجي احفر من على وش الارض، وطول ما انا بحفر البريمه شغاله، عمر ما الحفره هتهيل. ليه؟ اي حاجه هتقع البريمه هتطردها وتشيلها لبره، فخلاص الدنيا ماشيه حلو معايا. وصلت لحد الارتفاع ده، وصلت لحد الارتفاع اللي انا عاوزه، خلاص حلو، او العمق بقى مش الارتفاع، العمق اللي انا عاوزه. اول ما وصلت لحد تحت، اقوم جايب المكنه اللي يعني البامب اللي بتصب خرسانه، واقوم موصلها بالماسوره بتاعتي من فوق، تقوم صبالي جوه وتملى الفراغ. يبقى البريمه وهي طالعه بتصب من جواها خرسانه، فهي تطلع وتصب خرسانه، تطلع وتصب خرسانه، فالخازوق اتصب. طب ما هو زي اللي فات، ما هو اللي فات كنا بنعمل كده اهو، بص كده، احنا كان كل ما الماسوره السانده دي بتطلع بنصب بننزل خرسانه. طب ما هي نفس الفكره، بس ايه الاختلاف؟ حد خد باله ان هنا في اختلاف؟ ركزوا كده في الرسمتين دي، شوف الرسمه دي، انا هنا طلعت الماسوره لحد فوق وصبيت خرسان، وهنا اهو طلعت البريمه لحد فوق وصبيت خرسان. ايه الاختلاف بين دي وبين اللي قبلها دي؟ حد مركز في حاجه؟ لا، الحديد. الحديد انا عشان كنت شغال في اللي فاتت في دي جوه ماسوره، فرحت حاطط الحديد في الاول، لكن في التانية ده انا مش هقدر احط الحديد غير لما اصب الخرسانة. فبالتالي لما اجي بعد ما شلت دي وصب شلت البريمة وصبت الخرسانة، والخرسانة طلعت لحد فوق خالص، وجبت الكيسنج بسرعة، او اللي هي الكيجينج بسرعة، تقفيصة الحديد، وبزقها لجوه، ممكن ما تنزلش معايا. في فرق بين ان انا بزق بنزل تقفيص الحديد في فراغ، او في فراغ مليان بنتونايت وميه، وبين ان بزقه جوه خرسانه كثيفه. فممكن اجي اصب ادخله يحصل كذا حاجه. اول حاجه، لو انا حظي حلو قوي، خلي بالك انت لما تبقى صابب خرسانه كده، عمود خرسانه، شيء طبيعي ان التقيل من الخرسانه بينزل لتحت حاجة. فانت اخر مترين من الخازوق دول انسى ان انت تعرف تخترقهم باي حاجه، ده انت لو يعني مقاول شاطر قوي 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 ومعاك احسن اجهزه، اخر مترين دول انساهم. فبالتالي لما اجي استخدم النوع ده لازم اعمل حسابي، لو انا المصمم بيقول لي اعمل لي خازوق 18 متر، اعمله 20 وسلح 18 منه، يبقى ال 20
بس ده كمان ايه، ده انا لو عرفت اصلح ال 18 ده، انت ممكن بقى اما تيجي هنقعد نكمل كلام هتلاقي ان ال 18 دول ممكن اللي يتسلح منهم اربعه خمسه. ليه بقى؟ وانا بنزل التقفيصه ممكن بكل بساطه التقفيصه تروح مني يمين او شمال، راحت يمين او شمال نزلت شحطت في جوانب الحفره، فدخلت خبطت هنا وخبطت هنا، اجي احاول اطلعها مش عارف ايه، هي هايل تبص تلاقي نفسك عاده يقول لك كده اعمل حسابك ان انت مش هتسلح من الخازوق ده، لو انت شغال شغل بلدي كده 4 5 متر هيتسلح انت يعني كده، لكن لو انت شغال شغل محترم وكلام من ده ممكن بطريقه ان انت تسلح غالبيه الطول، بس خلي بالك ان انت اخر جزء من الخازوق ده مهما كنت مش هتعرف تحط فيه تسليح. يبقى عيب النوع ده اللي بنسميه الاسم ده لازم تحفظوه، مفيش مهندس ما يعرفش يعني ايه سي اف اي بايب في مصر بالذات. ليه؟ لان النوع ده مستخدم في اسكندريه بكثره، يعني مش عاوز اقول لك ان كل العمارات في اسكندريه تقريبا اللي احتاجت خوازيق بتستخدم السي اف اي. ليه؟ تربه اسكندريه حلوه في كده. ليه؟ هي تربه ضعيفه وفي نفس الوقت، ما هو ممكن يبقى ضعيفه بس فيها حجر وفيها زلط وفيها، فالبريمه تتعب، لكن دي البرينه بتنزل طخ 10 دقائق يكون، يعني لو عاوز اقارن وقت الخوازيق دي ممكن تتحفر وتتصب في ربع ساعه، والخوازيق التانيه تقعد بتصب فيها يوم، فيعني الفرق كبير، بس الفرق في الكواليتي برضو كبير، ويعني كواليتي بقى يعني قصدي مش حمل بس، لا الخرسانه هتطلع مختلطه بالتربه وما انتش ضامن التسليح عمل ايه، يعني عندك مشاكل. فلما بتبقى محتاج خوازيق تشيل فيرتيكال لود بس استخدمها، لكن فيرتيكال وهوريزونتال او فيرتيكال وتنشن لا انسى الموضوع، يعني لازم تستخدم الخوازيق اللي هي الحفر العادي. النوع الثالث بقى اللي هو الدريفن بايل اللي احنا برضو اتكلمنا عليه من شويه، الدريفن بايل هو عباره عن راس بتركب على الخازوق تعمل فايبريشن او تعمل وات ايفر اللي بتعمله، ففي الاخر الخازوق بينزل معايا لحد العمق اللي انا عاوزه، وقلنا ان راس الخازوق بتبقى تيبرد كده شويه عشان طيب الخوازيق الدق دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا بجيب الخازوق جاهز معايا حمل من بره، الحمل ده بيطلع وينزل يضغط على الخازوق لحد ما الخازوق ينزل لتحت، زي ما قلت من شويه وارد ان انت توصل لريفيوزل وتضطر تكسر حته من الخازوق لانها ما دخلتش جوه التربه، فده عيب الدريفن بايلز. طبعا ده غير عيب رهيب في الدريفن بايلز، تخيل انت مثلا انا عندي حته الارض دي فاضيه وجنبي هنا مستشفى وجنبي هنا مبنى قديم، على ما اكون خلصت خوازيق الدق المبنى القديم هيكون اتهد والمستشفى هيكون اتخانقوا معايا 20 مره. ليه؟ هنا بتعمل دوشه وعمال تزعج الناس، والناحيه الثانيه المباني اللي واقفه على شعره وانت عمال تهز وتخبط في التربه، فاذا هي ما تنفعش كده في اي مكان. تنفع حته ارض في الصحراء وببنيها زي الفل، ما حدش سامع ومفيش حواليا حاجه، اعمل اللي انت عاوزه. طيب عشان نقفل الجزء الاولاني من المحاضره عشان نبتدي نخش بقى في المسائل بجد، انا الخازوق بتاعي بيشيل ايه؟ يعني خليني اتكلم كده، انا لو حاجه اصمم خازوق انا عاوز اصممه يشيل ايه؟ اول حاجه لازم ابقى فاهمها ان الخازوق بيشتغل لوحده وبيشتغل مع مجموعه، زي ما اجي اقول لك اعمل بحث، مره تعمل لي بحث فردي ومره تعمل لي بحث مجموعه، فانت لازم يبقى عندك المقدره ان انت تشتغل لوحدك، ولا احنا الاحاسه كلها كانت مجموعه، فالبحث هيبقى قصدي البايل هيشتغل لوحده او هيشتغل مع مجموعه، فاذا لازم اي تشيك بعمله اعمله على الخازوق اللي لوحده وعلى الخازوق اللي في وسط المجموعه. طيب سواء لوحده او مع مجموعه هيشيل ايه؟ هيشيل فيرتيكال لود
كومبريشن، وهيشيل فيرتيكال لود تنشن، ممكن الخازوق ده يبقى شايل حاجه بتتشد من على الارض، وممكن يكون شايل لاترال لود. يبقى اذا انا عندي ست احتمالات لازم ادرسهم. فيرتيكال لود الاول، خازوق مفرد لوحده، فيرتيكال كومبريشن او فيرتيكال تنشن او هوريزونتال. طيب مجموعه بقى، مجموعه خوازيق برضو نفس الثلاث حاجات، فيرتيكال كومبريشن وفيرتيكال تنشن وهوريزونتال. الصوره دي عشان نقف بيها عند الجزء ده من المحاضره، تمثيل ظريف قوي يعني احنا اللي فات ده كنا بنتكلم الخازوق يشيل ايه. طب هو الخازوق ده متشال ازاي؟ انت لازم تبقى فاهم الخازوق ده متشال ازاي. هو الخازوق ده انت حطيته فين؟ انت حطيته جوه التربه. طب لما حطيته جوه التربه نقل الحمل بتاعه ازاي؟ في حاجتين اساسيين في الخازوق. المثال الاولاني ده، وده ابليكابل اكتر على التربه ذات المشاكل، اللي هو ايه؟ بنسميه الاند بيرنج. مش انا عاوز في التربه ذات مشاكل خازوق ياخد الحمل والحمل يمشي جواه وينزل لحد تحت. فاند بيرنج يعني معناها ايه؟ نهاية الخازوق هي اللي ساندة على التربة، ماليش دعوة بالخازوق كخازوق. ده الاند بيرنج، اللي هو عشان كده المثال بتاعي حطيت لك ايد كده، واحد شايل اكنه شايل الخازوق على صباع، يعني هو ده اللي شايل الخازوق. طيب المثال الثاني ايه بقى؟ الخازوق ده تخيل ان هو جذع شجرة كده، وانا جبت 10 رجال وكل واحد بايده مسك الخازوق من الجنب وشالوه قصاد بعض. طب ما هو مفيش حاجه، مش ما حدش شايله من تحت. مش انت انا ممكن اجيب لك زي جذع شجره كبير كده واقول لك شيله، فانت قصادك طريقتين لشيل الجذع الشجره، يا تلف ايدك عليه وتشيله، يا تشيله من تحت. لو شلته من تحت ده يبقى اند بيري، لو شلته كده اللي هو لفيت ايدك حواليه ده فريكشن، لان انت بكل بساطه عملت ضغط على الخازوق فمسكت في الخازوق والخازوق مسك فيك، فلما جيت تقوم لفوق الخازوق باي فريكشن مسك فيك وطلع. فيبقى اذا مش الارضيه بتاعت الخازوق هي اللي شايله، ده اللي شايل هو الساق بتاع الخازوق. فاذا انا عندي نوعين، حاجه اسمها بوينت بيرنج بايل او فريكشن بايل. النوعين دول مهمين جدا، بوينت لود او فريكشن بايل، النوعين دول هم النوعين الأساسيين في حل الخوازيق. الجزء الثاني من المحاضرة هيبقى طريقة حل الخازوق، فإحنا هنوقف التسجيل هنا بس.